صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. طبعا اول شي بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم، فتحصلوه في هذا المكان بالضبط. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تصنعون واحد من المنشطات. التحدي الثاني مطلوب عندكم تطعمون الخيل مالتكم 5 مرات. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تقتلون 3 لاعبين اونلاين هيد شوت، اللي هو ضربة بالرأس، بأي مود من مودات الشودان. بالنسبة لمدات الشودان تروحون على الكويك جوين اللي هم هذول لمدات الشودان، ويفضل تدخلون تيك اوفر سيريس. التحدي الرابع مطلوب عندكم اللي هو تقتلون 3 لاعبين اونلاين باي ايفنت كان بواسطة السكين. طبعا السكين اللي هي السكين العادية. بالنسبة للايفنتات راح تحصلون رابط الايفنتات بصندوق الوصف. التحدي الخامس مطلوب عندكم تجمعون 5 من جثث الطيور الصغيرة. طبعا تقدرون تسوون هذا التحدي بكل سهولة، تروحون على المزرعة الموجودة بهذا المكان بالضبط اللي هو الشمال تمبل ويد. بهذه المزرعة راح تلاقون بأسطح البيوت اللي هو الغراب، وتصيدون 3 من الغربان الموجودة بهذا المكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون ستوري ميشن. الستوري ميشن تروحون على البروجرس، وبعدين تروحون على ستوري ميشن وتلعبون اي واحد من هذول المهام راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الاخير مطلوب عندكم توصلون درجة اللاوعي، ظلون تشربون بالموشة مالتكم او اي صالة موجودة عندكم باللعبة وتوصلون درجة اللاوعي راح يخلص عندكم هذا التحدي. أما تحديات الباونتي انتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 1 باونتي انتر وتخلصوه بوقت 4 دقائق أو أكثر. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تسلمون 2 باونتي انتر للشرطة. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تسحبون 2 باونتي انتر وهو يكون طالع الخيل بالحبل. بالنسبة للاعبين اللي عندهم الباونتي انتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تلعبون 2 باونتي هانتر من النيو هانوفر بوستر. النيو هانوفر بوستر يكون تابع لها هذا البورد، تلعبون 2 من هذا البورد راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب من عندكم اللي هو تمسكون 2 باونتي هانتر بالبولاس. البولاس اللي هو هذا. التحدي الثالث مطمع عندكم تلعبون هارد باونتي هانتر او ليجندري. اما تحديات التاجر، فالتحدي الاول مطمع عندكم تتبرعون ب7 حيوانات تكون حجم وسط. التحدي الثاني مطمع عندكم تتبرعون ب6 حيوانات تكون 3 نجوم. التحدي الثالث مطمع عندكم تلعبون ريسبلاي ميشن وتخلصوا بوقت لا يزيد عن 5 دقائق. الريسبلاي ميشن تحصلوا وقت ما تكلمون التاجر. اما تحديات الكولكتر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم تجمعون 3 من الكوينز اللي هي العملات. التحدي الثاني مطلوب عندكم تستخدمون مابات الكولكتر، تفتحون الشنطة وتروحون على قسم مابات وتروحون على مابات الكولكتر. مجرد ما تفتحون 3 من هذول المابات راح يخلص عندكم هذا التحدي. طبعا اللي ما عنده مابات الكولكتر يقدر يشتريها من مدام نزار. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون 3 من الكروت. أما تحديات المونشاين، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تبيعون 2 بضاعة مونشاين شرط تكون
بيها منكهات وذا سعر جيد. التحدي الثاني مطلوب منكم تضيفون 4 من اللاعبين أونلاين بالمنشأة مالتكم. التحدي الثالث مطلوب منكم اللي هو تعزفون مع الفرقة لمدة دقيقتين مرتين. أما تحديات الطبيعة فالتحدي الأول مطلوب منكم اللي هو تشربون الهارديتونيك وقت ما توصل الشخصية درجة الحرارة العالية أو البرودة العالية. طبعا الهارديتونيك تقدرون تشتروه من هارت. شلون تسوون هذا التحدي وانتو بمناطق الجنوبية او مناطق الوسط؟ تلبسون الملابس الشتوية، مثلا انتو ببالنتاين تلبسون ملابس شتوية، راح تحس الشخصية بدرجة الحرارة عالية، وقت ما تحس بدرجة الحرارة العالية تشربون 2 هارد تونيك. التحدي الثاني مطلوب عندكم تستخدمون المادة التي تجذب الحيوان الليجندري. تروحون على هارت وتشترون هذه المادة اللي هي الفامونس، اعتقد سعرها اللي هو 4 دولار او 14 دولار. مجرد ما تستخدمون 2 من هذه المادة راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم تسوون ريفايف اللي هو تعيشون 2 من الحيوانات بعد ما تخدروها. ان شاء الله اكون افيدكم بهذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اذا مشترك، وفعل الجرس وشارك الفيديو لكل اصدقائكم عبر ردد. اشوفكم فيديو ثاني. سلام.